السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في درس جديد من دروس شرح الآج الرومية للمبتدئين. بعد أن فرغنا من علامات الرفع وذكرنا تطبيقاتها، اليوم معنا علامات النصب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات. بدأ بالفتحة لأنها هي الأصل، وعرفنا أن العلامة إذا كانت أصلية فلا نحتاج إلى البيان، وهذا قد بيناه. ثم قال: والألف، هذه العلامة الثانية، وكذلك الكسرة العلامة الثالثة، والرابعة هي الياء، كذلك تكون علامة للنصب، وخامسا قال حذف النون. وسنستعرض هذه العلامات واحدة واحدة مع شيء من التطبيقات. قال: وأما الفتحة أخي المشاهد فتكون علامة للنصب في الاسم المفرد، وقد عرفنا الاسم المفرد فيما مضى، يعني إذا جاء الاسم المفرد في محل نصب فإننا ننصبه بالفتحة، كأن تقول مثلا، يعني إذا وقع مفعول به مثلا، كأن تقول أكرمت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. لماذا نصبناه بالفتحة؟ لأنه اسم مفرد. كذلك بالنسبة للمؤنث، كأن تقول مثلا أكرمت زينب أو هند، أكرمت هند أو هندا، إذا كان أردت أن تصرفه تقول أكرمت هندا، فهندا مفعول به منصوب. كذلك لو وقع مثلا خبر كان، لأن خبر كان يأتي منصوب كما سيأتي معنا، تقول كان القادم زيدا، القادم اسم كان مرفوع وزيدا خبر كان منصوب بالفتحة. وكذلك لو كان اسم إن، تقول إن زيدا عالم، نكتب هذا المثال إن زيدا عالم مثلا، فزيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا نصبناه بالفتحة؟ لأنه اسم مفرد. وكذلك هندا. وكذلك إذا كان آخر حرف علة فإننا ننصبه بالفتحة المقدرة، كأن تقول مثلا إن الفتى، تقصد فتى بعينه، فالفتى اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها الثقل. قد يقول قائل، نعيد هذا حتى يتقرر في الأذهان، لماذا قدرنا فتحة هنا؟ لأن الكلمة هذه جاءت في محل نصب، ونحن نعلم أن الاسم المفرد إنما ينصب بالفتحة. والموضع الثاني هو جمع التكسير. جمع التكسير كذلك، جمع التكسير ينصب بالفتحة، كأن تقول مثلا إن الكتب، فالكتب هذا جمع تكسير، وهنا وقع اسم إن فننصبه بالفتحة. فإن قال قائل لما اخترت الفتحة، نقول لأنه جمع تكسير والفتحة تكون علامة للنصب فيه. كذلك لو قلت مثلا قرأت كتبا مفعول به، فكتبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك لو كان معتل الآخر، كان تقول مثلا إن اليتامى اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهور التعذر. فإن قال قائل كما ذكرنا لماذا اخترت الفتحة، نقول لأنه جمع تكسير وجمع التكسير إنما ينصب بالفتحة. قال: وكذلك تكون الفتحة علامة للنصب في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل، نكتب هذا الاسم الطويل، المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، بآخره شيء، الحمد لله فرغنا منه. كان تقول مثلا يدخل، مثلا نعيد الفعل الذي ذكرناه من قبل، إذا دخل عليه الناصب لن، فلن تنصب المضارع، نقول مثلا لن يدخل بالفتحة، ولن يخرج كذلك، ولن ينجح. المهم كل فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء فعلامة نصبه هي الفتحة الظاهرة على آخره، إذا كان صحيح الآخر أو المقدر على آخره كان معتلا، كأن تقول مثلا لن يخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهوره التعذر. لكن لو كان معتلا بالواو أو الياء فإن الفتحة تظهر بخلاف الضمة. فإذا قلت مثلا لن يدعو فهذا معتل بالواو، لكن لما كان منصوب على نصبه الفتحة
فالفتحة تظهر على آخره لخفتها، وقد ذكرنا هذا من قبل. وكذلك في الياء، كأن تقول مثلا لن يمشي، مع أنه معتل الآخر، لكن قالوا الفتحة لخفتها تظهر على الواو وعلى الياء. فإذا الفتحة أين تقدر؟ تقدر في الألف فقط، وأما في الواو أو الياء فإنها تظهر. هذا إذا كان فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ننتقل إلى الألف. الألف أخي المشاهد ذكرنا أنها في المثنى تكون علامة للرفع، والآن سنعرف أنها قد تكون علامة للنصب، لكن أين؟ في الأسماء الخمسة، كأن تقول مثلا إن أباك. أباك من الأسماء الخمسة، وجاء هنا اسم إن فهو منصوب، فكيف ننصبه؟ قال بالألف نيابة عن الفتحة. الآن لابد أن نبين، لأننا خرجنا عن الأصل، نقول إن أباك فاضل أو رجل فاضل إلى آخره. المهم أن أباك منصوب بإن، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. كذلك تقول أكرمت أخاك، أكرمت أخاك، فأخاك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه كذلك الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. كما قلت، يعني إذا خرجنا عن الأصل وهو الفتحة، فهنا لابد أن نبين لماذا هذه الكلمة تكون علامة نصبها هي الألف، لأنها من الأسماء الخمسة. أو تقول مثلا، نحاول أن ننوع في الأمثلة، ذكرنا اسم إن والمفعول به، نقول الآن مثلا كان زيد، كان زيد يعني في الماضي مسكين، كان زيد ذا مال في الماضي ثم ذهب ماله. الشاهد في قوله ذا مال، ذا مال خبر كان منصوب، يعني جاء في محل نصب، وعلامة نصبه هي الألف. لماذا الألف نيابة عن الفتحة؟ لأنه من الأسماء الخمسة. ننتقل الآن إلى العلامة الثالثة وهي الكسرة. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في الجمع المؤنث السالم، كأن تقول مثلا إن المسلمات، فالمسلمات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. أو تقول مثلا شاهدت الطالبات، فالطالبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ننتقل الآن إلى الياء. قال رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للنصب في الجمع المذكر السالم والمثنى. مثاله في المثنى كان تقول مثلا إن الرجلين، فالرجلين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وتقول مثلا شاهدت أو أكرمت الرجلين، كذلك الرجلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. هذا في المثنى. أما في جمع المذكر السالم فكأن تقول مثلا اشتريت 20 كتابا، فعشرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ليس جمع المذكر السالم وإنما هو ملحق به، وقد عرفنا لماذا. وأما كتابا فهو تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد. وتقول مثلا إن المجتهدين، فالمجتهدين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وهكذا يبقى معنا حذف النون، فنقول: وأما حذف النون أخي المشاهد فإنه يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة إذا دخل عليها ناصب. فإذا قلت مثلا لن يدخلوا، فيدخل فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وكأن تقول مثلا أن يخرجوا، مثلا أرادوا أن يخرجوا، حتى ننوع قليلا، يخرجوا
فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وهذه الواو المذكورة هنا أخي المشاهد هي الفاعل. تقول الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الألف تسمى بالألف الفارقة. وكنت دائما سبحان الله أنوي أن أضع لها مقطعا خاصا أبين فيه ما هي هذه الألف الفارقة، لكن دائما كنت ما أدري. المهم أن هذه الألف هي الألف الفارقة، الذي يعنينا الآن أن حذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. وكذلك إذا كنت تخاطب امرأة تقول لن تخرجي، فتخرجي فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولن تذهبا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف هذه هي الفاعل. وهنا في المثال الأول الياء هي الفاعل. على كل حال هذه هي حذف النون تكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. ننتقل الآن إلى المبنيات. فإذا جاءك اسم مبني أخي المشاهد وهو في محل نصب، كأن تقول مثلا إن هذا أو إن الذي اسم موصول بصيلته طبعا، أو تقول مثلا إنه، هذه كلها أسماء إن مبنية في محل نصب. فهذا مبني على السكون في محل نصب، والذي مبني على السكون كذلك في محل نصب، وإنه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب لأنه اسم إن. تقول إنه موجود، يعني أمثلة هكذا فقط. وهكذا، وبهذا نكون قد فرغنا من علامات النصب. نلتقي إن شاء الله في مقطع قادم، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.